انشر فإن الكلام نشر والسكوت طيب. مقولة منسوبة إلى الإمام مالك، وهي المقولة التي اختارتها دار سحر كشعار لها منذ 30 سنة خلت. ثلاثون سنة وهي تنشر الإبداع والفكر التونسي، مولية اهتماما فائقا وخاصا بالشأن الثقافي وكل ما يتعلق بالهوية الثقافية. وفي الختام أشكر المركز الوطني لفن العرائس صانع هذه الدمية الجميلة، مذكرا أن نشر كتابي مسرح العرائس في تونس للأستاذ محمود المجري لدليل واضح لتعلق الناشر بهذا الفن الجميل.